أيضاً. 1,000,000 شيكل ثمن لوحة سيارات بيعت في مزاد علني في الضفة الغربية المحتلة، أي ما يقارب $250,000. هذا الخبر نزل كالصاعقة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المحتلة. ففي الوقت الذي تنظم فيه حملات شعبية لجمع التبرعات لصالح إعمار البيوت التي هدمها الاحتلال، تنظم السلطة الفلسطينية مزاداً لبيع لوحات السيارات بأسعار مرتفعة، ما أثار جدلاً واسعاً. نشاهد معاً. مين بده يجي على الرقم المذكور 1,000,000 شيكل؟ نشطاء فلسطينيون عبروا عن غضبهم بعد أن أقامت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية مزاداً علنياً، هو الأول من نوعه، لأرقام لوحات مركبات مميزة وصل عددها إلى 20 رقماً. بدأ بعضها بنحو 21,000 دولار حداً كحد أدنى، وبعضها بدأ ب40,000 دولار، لكن أعلى سعر توقف عنده المزاد بلغ نحو 271,000 دولار. مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداولا واسعا لمقطع الفيديو الذي يظهر بيع اللوحة التي بلغ سعرها 1,000,000 شيكل، إذ اعتبره البعض إسرافا وتبذيرا، مستنكرين تنظيم هذه الفعاليات وسط الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب الاحتلال. مروان انتقد إقامة مزاد لبيع اللوحات السيارات وقيام بعض رجال الأعمال بدفع مبالغ كبيرة في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة ومدينة جنين من الويلات حسب وصف مروان. أما حامد حنون فقد قارن بين المزاد وحملة إعادة إعمار البيوت المهدمة، وقال رقم سيارة ب1,000,000 شيكل وحملة تبرع لبيوت أهالي الشهداء والأسر المهدمة 65,000 شيكل. ونختم بتعليق نيازي جفال الذي أشار إلى ضرورة الالتفات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الذين حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي بسبب الفقر، بدلا من إنفاق هذه الأموال على لوحات السيارات وفق تعبيره.